الجمال. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وين ما تكونون تتابعون رحلة الجمال وصناعة الجمال. أكيد راح تسألون منال ايش فيها قاعد تفعل مراية وتجرب هذا التنوع بالابتسامة. اليوم حلقتنا راح تكون متميزة جدا مع صناعة الجمال بالأسنان والابتسامة. مشتركاتنا يحبون التغيير، يحبون التنوع، يحبون صناعة الجمال، لذلك اليوم راح نختص بالابتسامة والأسنان. مثل ما شفتوا بالحلقات السابقة، أولى المشتركات هي نورهان. نورهان تحب الرياضة، لذلك قررت أنها تروح إلى نادي الفروسية وتمارس هذه الرياضة الجميلة. نورهان قررت أن تعيش يومها بكل سعادة، لأن السعادة تخلي الأمل دائما حي رغم صعوبة الموقف ويا ركوب الخيل. أكيد أكو معاناة في البداية وممكن تكون مواقف كوميدية ويا الخيل. أقدم لك نفسي الفارس عبد الرحمن مدرب الخيل. زين عيني، أنت مدرب الخيل، يعني شلون تصعد على حصان؟ بابا شنو أنا أصعد على الحصان؟ الحصان هو ينزل لي. باعي شوفي، يلا انزل لي. لأن الفرس من ما تتعرف على الفارس تبدأ تسوي مشاكل ومرات تعاند، وهذا اللي صار ويا مشتركتنا نورهان. يلا شدي حيلك، يلا. راح نسوي لك ترتيبات على اسنانك، نشوف شنو المناسب لك وشنو الزين اللي يرحم لك، بما حتى يناسب الاسنان ويناسب وجهك وترتيب وجهك ولون بشرتك ايضا هم يناسبه. خل اشوف اسنانك نورهان. عندك طبعا حشوات لازم نسويها، حشوات تتبدل همينه، وعندك الشغل اطبقي امري اطبقي.
الشغله النهائيه عندك من هذا الفراغ اللي صاير بين اسنانك، اكو فراغ بسيط راح نعدلها، راح تكون مرتبه، راح نرتبها هنا ان شاء الله حتى تكون عندك ابتسامه. طبعا تصميم الابتسامه راح يكون تصميم الابتسامه الرقمي اللي هو طب الاسنان الحديث، هذه نصممها على الكمبيوتر، وحتشوفي الحمد لله بتقنياتنا الحديثه بكل التقنيات اللي موجوده الحمد لله بالعالم، اللي موجوده بالعالم موجوده بالعراق، تترتب حتى تكون لك ابتسامه كلش لطيفه. ماشي عمري؟ عمري نورهان، هسه الجلسه الاولى خلصناها بالسلامه، سوينا تنظيف اللثه لعمعنا الاسنان ماشي عيني، الجلسه الثانيه ان شاء الله على خير والسلامه نسوي لك الحشوات، رتب خصوصا هاي الاماميه الحشوات الضوئيه، حتى وراها ان شاء الله نبلش بالتيجان، نسوي لك التيجان الخزفيه حتى نسوي الابتسامه كامله. اليوم ويانا المشتركة نورهان، راح نشتغل على جهاز البلابن اللي يعمل تقنية البلازما. هذا الجهاز يحتوي 2 هاند بس، الهاند بس الأولى هي شد الأجفان، إزالة الشام، إزالة الزوائد اللحمية، وكذلك القضاء على النمش. الهاند الثانية راح نستخدم فراكشنال تيب، هذا التيب راح يساعد انه يقضي على البكتيريا اللي موجودة بالبشرة، يقضي على هاي الحبوب اللي موجودة بالبشرة. خلصنا الحلقة لهذا اليوم من برنامج صناعة الجمال المشتركة نورهان، نلتقيكم بحلقات اخرى. مشتركتنا الثانية هي سومار، رغم انشغالها ببرنامج صناعة الجمال لكن هي مع الأسف تعرضت إلى حادث عرضي وسبب إلى رضوض بجسمها وسقوطها من أعلى السلالم. صحة وعافية لسومار، رغم هذا كليته وانشغالها بهذه الالتزامات قررت أنه تخلينا نشوف الالتزامات الأهم من هذا كله. سومار وبعد أن تعرضت لإصابة بالقدم كانت ناطية موعد لبتها حتى تأخذها وياها في جولة، لكن إصابتها ما منعتها من هاي المهمة، فقررت اصطحاب ابنتها وهي إحدى صديقاتها بنفس الجولة. أحياناً الإصرار على تحقيق أعلى درجات الالتزام يوصلنا لنتائج طيبة. الحمد لله على السلامة، قالوا عندك إصابة برجلك. الحمد لله وشكر، صحة وعافية. أنا دكتور أكرم صبري، اليوم أشرف بوجودك بالعيادة مالتي، وفحصت أسنانك قبل شوية، شفنا أنه أسنانك بصورة عامة الحمد لله وشكر ما بيها أي تسوس، وأنتي معتنية بيهم، لكن يحتاج شوية لمسات بسيطة على ابتسامتك خاصة الأسنان الأمامية، أنا شوية عندك أسنان متقدمة، إن شاء الله نعالج لك إياها بقشور الإيماكس وإن شاء الله تلقين النتيجة أنه اللي تناسبك. لأن تدرين هو الابتسامة هي تضيف يعني ثقة بالنفس وتأثر على شخصيتك، على ضحكتك، على قعدتك ويا الناس. أي لا مرت اللخة تضحكين إن شاء يعني ست سومر. احنا كملنا جلسة التنظيف والبولشنج الأسنان مالتش، فإن شاء الله راح نرتب إن شاء الله جدول حتى نبدأ نحضر الأسنان الأمامية، نأخذ طبعة رقمية إن شاء الله حتى نجهز القشور الإيماكس لحضرتك. مشتركتنا الثالثة هي هند، قررت أنه تتجاوز مخاوفها بركوب الدراجة الهوائية، هي تحب الأماكن الخضراء، الأماكن الجميلة، الأماكن اللي بها بحيرات، كل شيء يبعث على الأمل والجمال.
ركوب الدراجة الهوائية يمثل انطلاقة وحرية وتنفس هواء نقي. سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا وتسبقنا سنين. هذا اللي تفكر به مشتركتنا هند، ورغم صعوبة المهمة لأنه بالبداية عانت من ركوب الدراجة، مرة تمشي ومرة توقع، بس أصرت على تكملة المشوار والانطلاق نحو الحرية والجمال والهواء النقي. أنا كل ما بشوفك كأني بشوفك لأول مرة حبيبي، أنا كل ما توت على كأنك توت على لآخر مرة حبيبي. بعد ما فحصتك وفحصت الأسنان لاحظت أنه عندك بعض المشاكل، وإن شاء الله المشاكل كلها محلولة وراح توصلين لأحلى ابتسامة. لاحظت عندك بعض المناطق تحتاج إلى تعويض أسنان، كذلك عندك بعض الأسنان تحتاج إلى حشوات جذور وحشوات تجميلية. بالإضافة لهذا راح أسوي لك ابتسامة بتقنية الـ DMS، سموكها جدا رفيع، هاي من اختراعي اللي هي الـ DMS، سموكها جدا رفيع 0.1 سموكها. مجرد تنظيف للأسنان وناخذ طبعة وندز الطبعة حتى يتم تصنيع القشور. سموكها كلش رفيع، ما راح تحسين بوجودها نهائيا، يعني مجرد راح تحصلين على ابتسامة بدون برد بدون أذية بدون بنج، مجرد جلستين. بشرتها محتاجة نظارة، فاليوم هنستخدم لها جهاز فيلابين اللي هو جهاز من شركة ماريا بعدة وظائف، من ضمنها شد الأجفان ويشتغل على النظارة للبشرة بتقنية البلازما، وهي تقنية آمنة جدا. خلصنا الجلسة ويا مشتركة هند، إن شاء الله نلتقي وياكم بحلقة جديدة من برنامج صناعة الجمال. اليوم راح نأدي مجموعة من التمارين تستهدف عضلات الأرجل والأرداف، ويا مشتركتنا رقية. أهلا وسهلا بيش رقية، يلا نبلش بالتمرين الأول. التمرين الثاني هو لانج للأمام حتى يقوي لنا عضلات الرباعية الأمامية. نبلش، يلا رقية وياي، ايدي بهالشكل هذا، انزل خطوة للأمام، 1 وهيجي خلصنا وياكم حلقتنا ويا تمارين الأرجل والأرداف اللي يعاني منها جميع النساء، خاصة بالنسبة عن الرجال. ياكم كابتن نور من برنامج صناعة الجمال مع مشتركتنا رقية. شكرا لك رقية. الفيلم السينمائي يختلف مشاهدته بالبيت عن بالسينما، راح تكون هناك شاشة كبيرة بمجسمات كبيرة بألوان زاهية، لكن بالبيت راح تكون أكو أماكن ضيقة، إضافة أنه السينما تكون بها ناس وهناك مشاعر حقيقية وتنفس طبيعي، عكس الأماكن المغلقة تكون أكيد تنفسها غير طبيعي. مشتركتنا الرابعة ماريانا عجبها اليوم تشاهد فيلم بواحدها من القاعات السينمائية، وأكيد مثل ما يسوون بالأفلام. أخذت وياها فشار يعني شامية وقعدت تشاهد الفيلم. Thank you.
مرة تضحك، مرة تحزن، ومرة بدون رد فعل، إلى أن خلاص الفيلم. بعد فحص شامل الأسنانك شفنا أنه يرادلك أولاً طبعاً تنظيف كامل للأسنان، يرادلك بعض الحشوات إن شاء الله البسيطة هنا وهنا بالسن الأمامي، يحتاج لك حشوة دائمية. صراحة شفت أنه أنت لا تريدين تغيرين الابتسامة، ابتسامتك كانت تريدين تغيريها. هنا طبعاً عندك جسر تركيب قديم، شكله طبعاً حتى وظيفياً همين مو مناسب، نبدلك إياه وحننسقه ويا كل أسنانك البقية مع الابتسامة الكاملة. تتغير الابتسامة ماتش كلها، وهاي بعد طبعاً ما نكون يعني سوينا علاج كامل للفم. أوكي، وإذا بدأت؟ يعني تقريباً أسبوعين إن شاء الله نكون إحنا مكملين الابتسامة ماتش. أوكي يعني؟ ماريانا، كملنا حاليا تنظيف الأسنان كمرحلة أولية للعلاج، بعد يومين إن شاء الله نكمل لك الحشوات، على مد بعدها نبدأ بالابتسامة. رقية آخر مشتركة ببرنامج صناعة الجمال، بعض الأوقات بحياتنا تكون مليئة بالفراغ، حتى نملأ هذه الفراغات يجب البحث عن ملئها. رقية والمعجبات قرروا أنه يقعدون بأحد الكافيهات، يشربون فنجان القهوة ويقرؤون الفنجان بين بعضهم البعض، لكن المعجبات حبوا يعرفون بعض من أسرار برنامج صناعة الجمال. آخر المشتركات راح تكون مشتركة رقية. مرات الفراغ يحتاج إلى بحث عن موضوع معين حتى نملي بعض الفراغ. القهوة سيد الموقف في جلسات السيدات، منها يشربون قهوة ومنها يقرون الفنجان، وقراءة الفنجان لأجل التسلية والمرح فقط. تدرين رقية كلش فرحت ما شفتك مشاركة بهذا البرنامج، سولفي لي ايش راح يصير وياك. طبعا انا هم شفت البرنامج كلش حبيته، فكرته مستحدثة وجديدة. فناس أني بداية تجربتي بهذا البرنامج كنت كلش متوترة وخايفة وقلقانة، وبنفس الوقت كنت كلش متحمسة للنتيجة، لكن بعدين بعد ما بديت أشوف مراحل التغيير وبهاي الحلقات اللي مرت، اشتغلنا على البشرة، اشتغلنا تكساس وفيلر وهاي الأمور، وكلش أني متحمسة للنتيجة، يعني متفائلة إنه حتصير كلش حلوة. كلش حبيت فكرة هذا البرنامج الخاص بجمال المرأة. جمال المرأة ضروري، المرأة المفروض تعتني بجمالها على طول، لأن جمال المرأة هو سر أنوثتها. من أول حلقة شفت بها البرنامج صار عندي فضول أنه أشارك به. كلش حلو أنه المرأة تزيد من جمالها، تعدل بشكلها وتغير من نفسها. اليوم جلسة الأسنان راح تكون فحص ووضع خطط علاج كافة الأسنان. فحصنا أسنانك، شفنا عندك عدة مشكلات، عندك 7 أسنان تحتاج حشوات، 3 تحتاج حشوة جذر، عندك سن يحتاج قلع، وسنين زراعة أسنان. بالإضافة للتنظيف والتبيض، وضعنا لك خطة علاج متكاملة على عدة جلسات، إن شاء الله راح نبدأ بيها من اليوم، تستمر عدة أسابيع ممكن، بالنتيجة النهائية راح نحصل إن شاء الله أسنان جميلة وتليق عمرك وابتسامتك. رقية وكل البنات من يشعرون أنه عندهم وقت للفراغ يحاولون أنه يستغلوا لأجل أنه يكونون أجمل وأحلى، لذلك توجهت إلى مركز التجميل ومباشرة استخدمت جهاز كراون بلاس لإزالة الشعر.
اليوم نتحدث عن جهاز كرون بلس الإيرلندي من شركة ماريا، الأفضل عالمياً في إزالة الشعر. حيث يعمل هذا الجهاز بنظام الألكسندرايد والأندياج مع نظام التبريد الزمر الثلجي. وهو ليزر بارد وآمن للاستخدام لجميع أنواع البشرة. يا دجلة الخير، أنا قاعدة الآن على ضفاف نهر دجلة العظيم الخالد الجميل كجمال. متابعتكم لبرنامج صناعة الجمال، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ببرنامج صناعة الجمال. نودعكم على أمل اللقاء بكم، وأنتم أجمل وأبهى وأحلى، ونهر دجلة هو أبقى وخالد إلى الأبد إن شاء الله. إلى اللقاء.